datang di Bahawi Channel. Hari ini kita akan tadarus di malam ketiga, di puasa yang ketiga, karena kita tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah karena virus corona. Jadi lockdown di kota Mekah. Tapi kalau mau belanja harus subuh. Ya, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Saat ini di kota Mekah menunjukkan jam 5 lewat 15 menit. Halo. Oke, kita mulai. Sama ayah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى بصرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يسرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما كنا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت
زادهم بلق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مسوا فيه وإن أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأعطوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. أوكي لنجد ابتسام. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنت له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثق وثاقه أحد يا ليتني النفس المطمئنة يرجي إلى ربي راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أبم. Okay, next. أبم. بم. 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 سميتك. Okay. Kalau baca Quran gak kayak gitu. Untuk. Astaghfirullahaladzim. Guys. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلناكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا
فوقهم سبع شدادا شدادا جعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن اليوم فصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن الجنة مكان مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها لوا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء ورفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواكب أترابا وكأسا ودهاقا لا يسمعون فيها لوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء بالحسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منهم خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يملكون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك يوم الحق فمن شاء ذكر إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر ما قدمت يده ويقول الكافر لا يلتني كنتم ترابا صدق الله عليم. ما شاء الله Alhamdulillah, hari ini kita sudah melaksanakan tadarus di bulan Ramadan yang ketiga, hari ketiga. Insya Allah kita lanjutkan besok. Oke, nanti sam. Dan jangan lupa subscribe.